بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى قداسة البابا طوادروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وخلال التهنئة أعرب رئيس مجلس النواب عن احترامه وتقديره لقامة مصرية وطنية مثل البابا طوادروس، مشيدا بمواقفه المنحازة دائما لصالح الدولة المصرية وتعزيز وحدة النسيج الوطني الذي يعتبر من الثوابت المصرية الراسخة ويجعل من بلادنا نموذجا فريدا في التعايش والتسامح والتراحم.